فرص. سوكول الألماني يتقدم الهدف. روحوا شوفوا جماهير العدالة والفتح، هذه في محاولة المرور دارية، لكن الحكم يقول بأنه خطأ فقط على فيصل. خلينا نتابع الخطأ. التسديد سوكول عدت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. خطورة هناك للدانة. 5 أهداف سجلها على الجولة 25، واللي بعدهم يكون عنده الوحدة اللي عنده كم رال. لعب كرة سوكول سكاليتشي حاول فيها سوين الاثنين. ركلة الجزاء للفريق الخلجاوي. سوكول بهذا التركيز وضع حارس المرجات كلها، يعني تتخيل مملوءة اعتقد حتى إدارة المباراة. راح سوكول خذوها. يحاول يمرر سوكول الخطير، راح الألباني، تقدم الألباني، وقف على كورته، سدد الألباني. إيقاع، بدأ الحالة المعنوية تكون عنده مرتفعة. مر سوكول، موه سوكول الاتفاق. يحاول شوف عدى بالمهارة، عدى سوكول مر من الأول، وقف على كورته. عن سلوسي هوساوي، لكن عدت، ما زالت، شوف عداها داركو خاطئة. حاول أمرال خطيرة وعدت من اللاعبين. خطر فريق الخليج في الكرات العرضية. حاول خبراني مرر، حاول يلعب الكرة، لا حاول فيها مرة ثانية. فابيو مارتينيز، العرضية لمين؟ سوكول الدوسري. هذه الأسماء في محاولة خطيرة. لمسة مرة ثانية لوكاس. محترفين رائعين جيدين، عملوا الفارهير اليوم الأكثر في ملعب المباراة. يتقدم الآن من نص الملعب. حاول سوكول، سيطر سوكول. محاولة تسديدة كويسن، عدت مرة ثانية. أبدا، أيضا هو داخل في حساباته، وبالتالي فريق الوحدة أيضا على